كما لاحظتم شرفنا اليوم رفقة جميع السلطات المدنية والعسكرية، يتقدمهم سيد والي المحترم على تدشين مقرين لفرق الشرطة المتنقلة الشرطة القضائية ببوحمامة وششر، وهذا بطبيعة الحال من شأنه تعزيز المنشآت الأمنية الموجودة بهذه الولاية الميراثة المجاهدة التاريخية. والذي يذكر خنشلة يذكر الزعيم أسد الأسود عباس الغرور. المديرية العامة للأمن الوطني تسعى دائما إلى التوزيع الأحسن لمصالحها للحفاظ على تأمين المواطن وممتلكته، وكذلك توفر كل الإمكانيات المادية والبشرية لقواتها كي تباشر عملها بكل ارتياحية واحترافية طبقا لقوانين الجمهورية.